هي أعظم من كرم الله من نساء العالمين، حتى وإن اختلفوا على مدى قدسيتها فلا ينكر أحد مسلما كان أو مسيحيا طهارتها، إنها أم النور أو مريم البتول. منذ أكثر من 2000 عام كان الميلاد الروحي للسيد المسيح من أمه السيدة مريم العذراء، التي تتفاوت مكانتها نوعا ما بين طوائف الكنائس الثلاث، الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية تقدم إكراما كبيرا وساميا للسيدة العذراء والدة المسيح الكلمة. ده منذ قديم الزمان، لأن المسيح نفسه كرمها أمه، ويعني يستجيب لشفاعتها، ومنعتبرها أعظم من كل القديسين ومن كل الشهداء. الكنيسة الكاثوليكية بتقول إن العذراء أم النور نفسها اتولدت بنفس الطريقة اللي اتولد بيها إيه السيد المسيح له المجد، يعني بدون زرع بشر. لكن إحنا نؤمن تمام إن العذراء أم النور إنسانة محتاجة الخلاص، وإحنا بنسميها ثيوتيكوس، يعني والدة الإله. بنحب السيدة العذراء جدا، احنا بنوجلها جدا، لكن احنا لا نؤمن انها والدة الاله، فاحنا بنؤمن انها ام الانسان الكامل يسوع المسيح. كلمة ام الله ولدت المسيح، ونحن نؤمن بان المسيح هو كلمة الله، فاذا هي ام كلمة الله الذي بنعتبره الكلمة هي الله والله هو الكلمة. ولدت مريم العذراء يتيمة الأب بعد أن توفى والدها وهي في بطن أمها، إلى أن بشرت وهي تعتكف داخل محرابها في بيت المقدس بمولد السيد المسيح. إيماننا أن احنا لا نتشفع كمصلحين أو كإنجيليين، احنا ليس لدينا شفاعة بالقديسين أو بالرسل، ولا نؤمن أيضا أن احنا نصلي لهم. احنا برضو الصلاة لشخص الله، والشفاعة في شخص المسيح. الإيمان ليس متوقفا على ناحية واحدة، إكرام العذراء، إكرام سر القربان المقدس، شفاعة القديسين، كل هذه الأمور وسائل لتقوية الحياة الروحية. المسيحي مسيحي حتى لو لم يمارس هذه العبادات أو هذه الإكرام، هذا الإكرام للقديسين. وتبقى السيدة مريم العذراء أيقونة محبة وإجلال في قلوبنا جميعا، حتى وإن اختلفت عقائدنا. خالد جمال، هنا العاصمة.